بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم رانا هنا كجمعية شعاع الأمل، رانا عند واحد العائلة تواصلوا معنا. هاد العائلة، السلام عليكم. السلام، شراكم لاباس؟ حنا رانا عند واحد العائلة هنا في تيرسين، عائلة حالة كارثة، حالة يرثى لها. المهم حنا رانا جايين نشوفوا واحد البنت راها هنا تعرضت لواحد الحادث. بسم الله، السلام عليكم. السلام، كيراك الحاج لاباس؟ كيراكم دايرين؟ ايا الحمد لله. بون، هذه العائله اللي راهم ساكنين هنا، حاله كارثه وحاله يرثى لها. السلام عليكم الحاج، كيراك داير؟ لاباس؟ ايا تقدر نبينوك ولا ما نبينوكش؟ لا بينوني نورمال، صح. والحاج شوف، حنا جمعيه خيريه، حنا نعتونا عليك. بون، حنا جينا عندك باش ننشروا الحاله نتاعك، عسى الناس اللي فيها خير ربي غادي ان شاء الله يعاونوك، يعاونوك في البنت تاعك. هادو ولادك الحاج، وهادي هذا المسكن تاعك الحاج، غير الحاله تاعهم اللي راهم في عايشين فيها حاله يرثى لها. المسكن تاعي راني غير كاري، هذا المسكن تاعه، هادي الكوزينه تاعه، بيت هنا راكم تشوفوا في الحاله، هنا يرقدوا هنا. سمالا نتوما راكم شحال من بزه هنا؟ شحال عندكم؟ عندي ربعه. راكم عايشين هنايا، شوفوا الحاله كي دايره. ربعه وهم خمسه. وهم خمسه وانت سته. ايوا راني باغي بنتي بات. واه صبر، تشوف الحاج. الحاج انت البنت تاعك هادي راك باغي الناس تعاونك. اهدر اهدر. باغي ما يعاونوني، قالوا لي ديها للخارج، والخارج ما عرفوش انا الطاقه الغالب بحال بحال الله. انا باغي اللي فيه الخير يعاوني. بصح بنتك كيف حتى صرا لها كيما هكا؟ كانت مش هكا تقرايه وقعدت تنقص حتى برك، قعدت تطب على السوقيه من بلاصه لبلاصه حتى برك. ما صرالهاش حادث ولا؟ لا، طاح عليها باب. تاعش باب؟ باب تاع لوح. هي كانت بصحتها وطاح عليها باب. واه من بيبان دوك توا بكري تاع لوح. صح. بنتي واش راكي لاباس؟ كي غايه؟ واش تقولي للناس باش يعاونوك؟ هضري معاهم، الناس راهم كاع كاع صحاب سعيده راها تشوف فيك. هضري هضري. ماكش خدام تاع الحاج؟ مانيش خدام، عندي 300 تاع المخلص مبوش. حنا رانا درنا النداء لهاد الاخت، لهاد البنت الصغيره اللي تتمنى باش تروح تاني هي تروح تقرا وتخرج تلعب مع صحاباتها وكلشي. ناس الخير، الله يجازيكم بنت كيما هادي، ما نضيعوهاش. حنا نديرو يد في اليد واللي نقدروا عليه نعاونوه. الحاج عندك حتى الملف تاعها؟ عندك تراسلت مع من تراسلت باش قالوا لك بنتك عندها العمليه في الخارج؟ كاين الناس يبغوا يستفسروا، فهمهم. الطوفه تاع سعيده قالوا لي، قال لي عندها الدواء تاعها غير في الخارج. قال لي هنا عندنا الدواء تاعها ما كاينش. عيد نجري عند الطبه قالوا لي الدواء تاعها هنا ما كاينش، كاين في الخارج. الدواء في الخارج ولا العمليه في الخارج؟ قالوا لي تداوى في الخارج. تدير لها عمليه وتداوى. وعندك دليل؟ عندك وراقي؟ عندك ملفها؟ عندك بلي كنت تجري عليها وكنت تسعالها؟ وراه كاين الوراق، كلشي كاين. حنا دوك يتواصلش معنا كاش محسنين ولا كاش ناس يبغوا يعاونوك ويطلبوا على الملف، الا يكون عندنا حنا الملف تاعها وكواغطها. واخ واضحه كاع راه معنا ان شاء الله باذن الله. اصحاب سعيده الله يجازيكم، حنا هاد البنت ما نضيعوهاش. نديروا اليد في اليد واللي نقدروا عليه، حنا اللي نقدروا عليه نديروه. صحيح حنا اللي نقدروا عليه بنتي نديروه. ما حنا شوفي، انا درت لك هذا النداء تاعك وغادي ننشره بالرضايه تاع الاب تاعك. يعني ديت الاذن من عند الاب تاعك باش ننشروا القصه تاعك وبارطاجيو بارطاجيو. هذه العائله ساكنه في تيرسين، حاله والله والله العظيم تدمي القلب، تدمي القلب. اطفال صغار بزاف ساكنين في مسكن كيما هاك. حنا ام وشويه خفوا عليهم معاناه تاع البنت، نرفدوا معاهم ولو كان غير كان غير شويه نرفدوا معاهم. واش بغيتي تزيدي تهضري؟ هضري هضري، ما تخافيش، انا مانيش في التيلي، هذه غير فيسبوك. الناس تاع سعيده غادي بارطاجيو وبالك يدوك. هضري باش يسمعوك.
عندهش كملي كملي يدي ويني. طلبي طلبي من الناس، طلبي المحسنين، قول هدري معاهم هدري معاهم. انا حاسلهم يعانوني فنروح الخارج الرياح الرياح بنو القاسي. صحيح احنا رانا درنا هاد النداء، الله يجازيكم بارك الله فيكم. اللي شافه يبارطاجي، حنا نبارطاجيو والباقي على الله. الحاج الله يشافي لك بنتك ان شاء الله، حنا نسعو ودالو على الخير كفاعلي، حنا نسعو ونخلوها على الله. حنا ماناش غادي نوعدك نقول لك سير بنتك غادي تروح، بصح حنايا نسعو، الناس سعيده ثاني يسعو. اللي راه يقرا الفيديو ويشوف يبارطاجي، بارطاجو بالك بالك تصيب تصيب مولاها، بالك تصيب بالك تصيبي مولاك اللي يديك الخارج وتولي كيما كنتي كيما بكري. صاي الحاج الحاج البكاء هذا نبكو ربي سبحانه وتعالى، وان شاء الله بنتك تريح وان شاء الله تريحي، ندعو لك ربي بالشفاء العاجل. صاي حنا نديرو اللي علينا والباقي كاع حد مشي الى ربي، راه مسخر لك تروحي وتتعاجي وتولي وتقعدي تقري وكلشي. صاي بنتي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.